شرط الصوديوم والبوتاسيوم. راح نبدأ بتوازن الصوديوم. شرط الصوديوم هي الشارد الهابطة الرئيسي أو الشارد الإيجابي الرئيسي للسائل خارج الخلوي، لذلك هي مسؤولة عن القوة التناضحية الدافعة اللي بتحافظ على حجم السائل خارج. التركيز الطبيعي لصوديوم الدم هو 135 ل 145 ميلي مول باللتر. الحاجة اليومية منه من الصوديوم هي 1 ل 2 ميلي مول على الكيلوغرام. أما الضياع أو فقدان الصوديوم فبيحصل بشكل أساسي عن طريق البول وعن طريق العرق والبراز بنسبة أقل. تقريبا 99.5% من الصوديوم اللي بيرشح في الكليتين يعاد امتصاصه في الأنبوب القريب وعروة هانلي، وبتبقى تقريبا 0.5% هي اللي بيتم التحكم بها بشكل أكبر، هاي بيعاد امتصاصها بالأنبوب البعيد والأنبوب الجامع للحفاظ على التوازن ما بين الصادر والوارد من الصوديوم. هون لازم نميز بين شغلتين، هي تركيز الصوديوم في الدم اللي هو هذا اللي بيعطوك إياه بالنتائج المخبرية، وكمية الصوديوم الكلي في الحيز خارج الخلا. الكمية الكلية من الصوديوم هي المحدد الرئيسي لحجم السائل خارج الخلوة، فإذا زادت كمية الصوديوم الكلية في السائل خارج الخلوة بيزداد حجم هذا الحيز، يعني بيحدث فرط حمل حجمي وتمدد في الحيز خارج الخلوي، لأنه زيادة الصوديوم الكلي في الحيز خارج الخلوي بتسحب الماء من داخل الخلايا لخارج الخلايا يعني للسائل خارج الخلوي، وهذا بيتظاهر سريريا بالوذمات كما في حالات قصور القلب الاحتقاني والمتلازم النفروزي وتشمع الكبد. إذا نقصت كمية الصوديوم الكلي في الحيز خارج الخلوي بينقص عند أذن حجم هذا الحيز، يعني يحدث فيه نفاذ أو تجفاف، وهذا بيظهر سريريا بوضوح الطيات الجلدية أو الثنيات الجلدية وتسرع القلب وهبوط التوتر الانتصاب. أما تركيز الصوديوم في الدم هو هذا التركيز اللي بنحصل عليه عن طلب التحليل المخبري، وارتفاعه وانخفاضه مرتبط بالماء وبتوازن الماء، لأن حركة الماء حرة أكثر من حركة الشوك. على سبيل المثال إذا حدثت حالة وما وأدت إلى حبس الماء سينخفض عندها تركيز الصوديوم رغم أن الكمية الكلية للصوديوم الجسم نفسها، هذا إحنا نسميه نقص صوديوم تمددي بسبب زيادة كمية الماء، فبينقص الصوديوم بسبب التمدد، لكن الانخفاض في تركيز صوديوم البلازما حدث هون نتيجة تمدد البلازما بالماء. فإذا جاء التحليل المخبري في اضطراب بتركيز الصوديوم في الدم، أول شيء بنفكر بخلل في توازن الماء. إذا لاحظنا اضطراب في حجم السائل خارج الخلوي وذمات مثلا، هون بنفكر في أنه مشكلة أدت إلى اضطراب كمية الصوديوم الكلي، يعني صار في نقص صوديوم تمدد. هلق دور الهرمونات في توازن الصوديوم. الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة عودة امتصاص الصوديوم هي تفعيل جملة رينين أنجوتنسين ألدوستيرون. تتفعل هاي الجملة عند تنبيه المستقبلات الموجودة في الخلايا المجاورة للكويبات الكلوية، هاي المستقبلات تتحسس لنقص تروية الكليتين، يعني عندما بصير الجيران الدم الكلوي قليل فتتنبه هاي المستقبلات وبزيد إفراز الرينين والأنجوتنسين مما يؤدي لاحتباس الماء والصوديوم. وأيضا عندنا اللي بيزيد عودة امتصاص الماء والصوديوم هو الأنتيديوريتيك هرمون، الهرمون المضاد للإدرار أو الـ ADH، هذا يفرز استجابة لارتفاع حلولية السائل خارج الخلوي، فبيزيد نفوذية الأنابيب الجامعة للماء يؤدي لاحتباس الماء وكمية أقل من الصوديوم. هلأ العكس، الهرمونات التي تزيد طرح الصوديوم هي بيبتيد الإبالي الصودي الأذني، ما الترجمة ما كتير صراحة اسمه الهرمون الأذني أو البيبتيد الأذني الطارح للصوديوم، هاي ترجمته الأساسية أتريال ناتريوتيك بيبتيد، بس ما بعرف منين جايب هاي الترجمة. هذا يفرز كاستجابة لتفعيل مستقبلات الحجم في الأوردة الكبيرة والأذينات التي تحسس لزيادة الامتلاء الأذني فتحرض اطراح الكلوي للصوديوم والماء، هذا أهم اسمه البيبتيد الأذني الطارح للصوديوم. هلا بنجي على اضطراب تركيز الصوديوم في الدم. أول شيء بنبلش بفرط الصوديوم أو الهايبر ناتريمي.
وهو الحالة اللي بيكون فيها تركيز الصوديوم أعلى من 145 ميلي مول باللتر. بينجم عادة عن نقص ماء الجسم في 99% من الحالات، ويكون بشكل ضياع للماء الصافي أو ضياع للسوائل منخفضة الحلولية، أو بينجم عن زيادة حقيقية بكمية الصوديوم على شكل فرط تحميل الملح. هلا ضياع الماء خارج الكلوي، أسباب الخارج الكلوي مثل مريض غير قادر على تناول الماء، مريض بحالة سبات، أو المرضى المسنين اللي بيحطوهم مثلا أحيانا بدار العجزي، المريض أحيانا بيكون عنده إعاقة ما بحسن يوصل للماء، أو بعد العمل الجراحي. الضياع عن طريق الأغشية المخاطية والجلد، ضياع بيحدث نتيجة الحمى، أو ضياع رئوي بحالات فرط التهوي بسبب زيادة البخر أو البخار، أو حدوث عاصفي درقي. العاصفي الدرقي هي عبارة عن حالة سمية شديدة من فرط أفراز الهرمونات الدرقي، بيحدث فيها ارتفاع حرارة شديد وتسرع قلب، وبالتالي المريض بيفقد الصوديوم عن طريق الجلد والتعرق. وضيع عن طريق الجهاز الهضمي مثل الإقياءات والإسهالات الحادة، أو الإسهالات الحلولية مثل التغذية المعوية بالأنبوب. فهي بتؤدي لارتفاع حلولية الأمعاء، وبالتالي بيحدث إسهال حلولي. ضياع الماء الكلوي مثل الإدرار الحلولي، المانيتول والجلوكوز. المانيتول هو بالأصل مدر حلولي، فبيؤدي إلى ضياع الصوديوم والماء بكميات كبيرة. والجلوكوز البيلي الجلوكوزي، بينطرح السكر بالبول بكميات، عادة لما بيرتفع السكر بالبول بالدم أكثر من 180 ميلي جرام ديسلتر، هاي هي العتبة الكلوية بنسميها. تحت 180 ميلي جرام ديسلتر يمتص كل السكر الموجود بالرشاح الكبدي. أما إذا ارتفع السكر فوق 180 ميلي جرام ديسلتر بيصير ينطرح بالبول، فبقدر ارتفاع السكر الدم كل ما انطرح السكر بالبول، وبالتالي بيسحب معه الماء، والماء بتسحب معها الصوديوم. من أيضا من ضياع الماء الكلوي هي البيلي التافهة اللي بتكون القحفي أو بسموها المركزية. المركزية هي بتكون ناجمة عن نقص إفراز الهرمون المضاد للإدرار، أو الكلوي اللي بتكون ناجمة عن خلل في استجابة المستقبلات لهرمون مضاد للإدرار، يعني بيكون في مقاومة على مستوى المستقبلات الكلوية لعمل الهرمون المضاد للإدرار. في السببين السابقين عادة بيكون حجم السائل خارج الكلوي وكمية الصوديوم الكلي منخفضين رغم ارتفاع تركيز صوديوم الدم، لأنه البيلي التافهة الديابيتس انسيبيدانس سواء كانت مركزية ولا كلوية عادة تترافق مع هايبرناتريميا، بصير فيها ارتفاع بالصوديوم. علاج المنشأ فرط تحميل الملح، وهذا بصير إذا أعطي المريض نورمال سلاين مفرد توتر، أو في حالات أعطاء بيكربونات الصوديوم تحتوي على كميات، يعني في حالة أعطي البيكربونات الصوديوم مثلا لعلاج حماض بكميات كبيرة فيها صوديوم بتؤدي لفرط صوديوم الدم، أو تناول الملح بكميات كبيرة وهي حالات نادرة. يعني العلاج المفرط بالسترويدات التي تعمل عمل الالدوستيرون عندما تكون كميتها كبيرة في الجسم، مو كل الاسترويدات، يعني الاسترويدات العادية الكورتيزون العادي ما بيؤدي لعمل الكورتيزون، ولكن في أنواع معينة مثل الفلودرو كورتيزون هذا له تأثير معدني فبيعمل عمل الالدوستيرون وممكن يؤدي لفرط صوديوم الدم. وهي الحالة الوحيدة التي يكون فيها تركيز صوديوم مرتفعا مع ارتفاع كمية الصوديوم الكلي إضافة إلى زيادة حجم السائل خارج الخلوي، وبهالحالات هي بتأدي بتشاهد وذمات. الشذوذ المرافق عادة لكل حالات فرط الصوديوم الدم هو التجفاف داخل الخلوي. ارتفاع الصوديوم بالسائل خارج الخلوي وبيؤدي لارتفاع أوزمونيت البلازما، لأنه هي أوزمونيت البلازما مؤلفة من 2 ضرب الصوديوم، فبالتالي ارتفاع الصوديوم بيؤدي لارتفاع حلولية البلازما، وارتفاع الصوديوم بالسائل خارج الخلوي بيسحب الماء من داخل الخلايا للسائل خارج الخلوي، وبالتالي يحصل تجفاف داخل خلوي.
هلا تشخيص حالات فرط صوديوم الدم المترافق مع نقص الحجم. في البداية نبحث عن سبب نقص الماء وذلك باللجوء إلى قياس أوزمولية البلازما وأوزمولية البول ومعايرة النتاج البولي. معايرة النتاج البولي تعطينا فكرة عن الماء المطروح عن طريق الكلي، فإذا كان النتاج البولي زائد فبالتالي مثلا فطرح الماء بيكون كلوي، وإن كان ناقص فالطرح بيكون خارج كلوي. مفهومي هالنقطة، في حال أنه النتاج البولي كان مرتفع فبالتالي إطراح الماء بيكون عن طريق الكليتين، أما إذا كان النتاج البولي منخفض فبالتالي بيكون إطراح الماء عن طريق خارج كلوي مثل عن طريق الإسهالات أو الإقياءات أو التعرق. أوزمولية البلازما تعطينا فكرة عن قدرة الكلي على تركيز البول أو تكثيف البول، فارتفاعها بدل على محاولة الكلي الاحتفاظ بالسوائل من خلال عودة امتصاص الماء وبالتالي جعل البول أكثر كثافي. أما أوزمولية البلازما فيجب أن تكون مرتفعة عندما يكون الصوديوم مرتفعا بالحالات العادية، لأنه مثل ما درسنا بالمحاضرة السابقة أوزمولية البلازما تساوي 2 ضرب الصوديوم زائد تركيز سكر الدم زائد البولي الدموي، فلما بده يرتفع مقدار الصوديوم بدأ ترتفع أوزمولية البلازما. فلذلك بيكون عندنا هالحالات التالية، إما بيكون النتاج البولي منخفض وأوزمولية البلازما مرتفعة في حالات قلة تناول الماء أو ضياعه لأسباب خارج كلوي، بيكون النتاج البولي منخفض وأوزمولية البلازما مرتفعة بيكون عندنا فرط صوديوم ورفع الأوزمولية، والنتاج البولي منخفض لأنه ضياع ناجم عن أسباب خارج كلوي بيكون مثل إما بسبب قلة تناول الماء أو ضياعه بسبب إسهالات أو إقياءات أو فرط تهوي أو ارتفاع درجة حرارة الجسم. النتاج البولي مرتفع وأوزمولية البلازما منخفضة، هاي في حالات نقص إفراز الـ ADH اللي هي بتكون البيلة التافهة القحفية. أو في خلل في استجابة الكلي له البيلة التافهة الكلوي. هلأ إذا كان النتاج البولي مرتفع وأوزمولية مرتفعة، هون بكون في حالات الإدرار الحلولي سواء بإعطاء المانيتول أو بسبب ارتفاع سكر الدم. هلأ الخلل اللي بيحدث بفرط الصوديوم هو تجفاف داخل الخلوي مثل ما ذكرنا نتيجة الأوزمولية المرتفعة للبلازما، بتنعكس مظاهرها على الجهاز العصبي المركزي بشكل رئيسي. ويجب أن نتذكر دوما أن شدة الأعراض تعتمد على سرعة تطور فرط الأوزمولي، فكلما كان تطور الارتفاع أسرع كانت سرعة ظهور الأعراض وشدتها أكثر والعكس بالعكس، فبالتالي إذا ارتفع صوديوم الدم بشكل سريع ومفاجئ بتكون الأعراض أشد وأسرع بالظهور، إذا كان ارتفاع صوديوم الدم بطيء ومزمن بتكون الأعراض قليلة أو بتتأخر بالظهور. التطور الحاد والسريع سيؤدي إلى خروج سريع للماء من داخل خلايا الدماغ إلى خارجها، وبالتالي حدوث انكماش في الدماغ وتمزقات في الأغشية الخلوية والشعيرات الدموية أو ضمنه وضمن المسافات تحت العنكبوتي وزيادة نفوذيته. أما التطور البطيء فهو لا عرضه غالبا، لأنه بيجعل الخلايا تتأقلم مع هذا الارتفاع فلا يخرج الماء منها بسرعة وبالتالي لا يحدث التجفاف، أو إن حدث فيحدث بشكل خفيف. فكثير أحيانا ممكن يجيك مريض صوديوم الدم عنده مرتفع 160 ميلي أكوفلانت باللتر ودون أعراض عصبي. هلا إذا بتلاحظوا بصورة الرنين المغناطيسي إذا بتقربوها بتلاقوا أنه بسبب التجفاف داخل الخلوي انكمش الدماغ، الدماغ منكمش كتير بسبب الصورة اللي عليه صار، بتلاقي أنه الدماغ منكمش نتيجة ارتفاع الصوديوم لأنه ارتفاع الصوديوم أدى لخروج الماء من داخل الخلايا إلى الحيز خارج الخلوي وبالتالي بيؤدي إلى انكماش النسيج الدماغي. أما بالتطور البطيء فغالباً هو بيكون لا عرضه، مثل ما ذكرنا أنه الخلايا بتتأقلم مع هذا الارتفاع وما بيخرج ماء بسرعة. لا
الأعراض العصبية لفرط الصوديوم عادة بتكون غير نوعية مثل حمى وغثيان وقياء واختلاجات وتغير معي أعراض عصبية بؤرية. بتكون نسبة يعني الإمراضية والوفيات مرتفعة في فرط الصوديوم المعند، مثلا صوديوم دم أكثر من 160 ميلي مول باللتر مستمر لأكثر من 48 ساعة. فلذلك عادة أعراض فرط الصوديوم غير نوعية، ولذلك غالبا ما بتخطر على البال إلا إذا وضع فرط الصوديوم كتفسير لهذه الأعراض. لذلك ممكن في سياق تحليل روتيني تلاقي أنه ارتفاع تركيز الصوديوم عند المريض، خصوصا إذا جاءت بأعراض عصبية ما هي واضحة، مثلا عنده خزل شقة أو عنده مثلا خدر ونمل بالطرفين، شقي مثلا بالطرف العلوي بالطرف السفلي، ما بيخطر على بالك والله انه هذا يكون ارتفاع تركيز الصوديوم. هلا علاج فرط الصوديوم، ما بتظهر الاعراض سريره التجفاف الا بعد ان يفقد الجسم 10-15% من وزنه على شكل ماء. وبما ان المشكله الاساسيه التي ادت لفرط الصوديوم هي غالبا نقص الماء، فبيعتمد العلاج بشكل اساسي على تعويض السوائل وليس اطراح الصوديوم. بس في حالات فرط تناول الصوديوم نلجأ لوسائل تؤدي إلى اطراح الصوديوم، ولكن بشكل أساسي علاج فرط الصوديوم هو بيعتمد على تعويض الماء. هل علاج فرط الصوديوم نتيجة نقص الماء بنعالجه وفق المعادلة التالي: نقص الماء يساوي وزن الماء الكلي التوتال بادي ويت اللي حكينا عليه بالمحاضرة السابقة، نفتح قوس ضرب تركيز الصوديوم المقاس، مثلا طلع لنا صوديوم المقاس 165 ميلي اكويفالنت باللتر ناقص تركيز الصوديوم اللي بدنا نوصل له، مثلا بدنا نوصل احنا لتركيز صوديوم بحيث يكون طبيعي مثلا 140 ميلي اكويفالنت باللتر، وتقسيم الصوديوم المرغوب الوصول اليه. هلا بنشوف مثال عملي عليه. بكون إصلاح التجفاف تدريجي خلال 48 إلى 72 ساعة. فرط الصوديوم لا يجوز علاجه بسرعة، يعني مثلا فورا جاك مريض عنده صوديوم 160 ولا 170 بتروح فورا تعطيه كميات كبيرة من السوائل بيؤدي لحدوث وذمي دماغي، لأن التعويض بمعدل أكبر من ذلك سيؤدي لحدوث وذمي دماغي. فبيتم تخفيض تركيز الصوديوم بمقدار نص لواحد ميلي مول باللتر كل ساعة، ومنحسب عدد الساعات اللازمة لتخفيض تركيز شوارد الصوديوم، ومنقسم كمية السوائل التي سنعوضها على عدد هذه الساعات. فمثلا احنا نقول تعويض السوائل او اصلاح التجفاف بده 48 ل 72 ساعة، ناخذ وسطيا مثلا 50 ساعة. بعد ما نحسب من المعادلة كمية الماء اللي لازم نعطيها للمريض، منقسم كمية الماء على عدد الساعات، وهيك بيطلع معنا كم مللتر بالساعة بدنا نعطيها للمريض. ايضا تتم معايره الصوديوم كل ساعتين، وتعديل اعطاء الماء حسب تركيز صوديوم جديد، لان الجسم بيقوم بالمعاوضه عن فرط الصوديوم بالاضافه للمعالجه، لذلك لازم تراقب مستوى الصوديوم كل ساعتين او ثلاث ساعات. وايضا ما في لازم ما تنسى اعطاء المريض حاجته اليوميه من السوائل اذا كان غير قادر على تناول السوائل. هلا هذا مثال عملي، مريض عمره 40 سنة وزنه 75 كيلوغرام، الصوديوم عنده 170 ميلي مول باللتر، وبدك تخفض الصوديوم ل 145 ميلي مول باللتر. فمنطبق المعادلة اللي ذكرناها سابقا. هلا في شغلي انه وزن الماء الكلي، شلون بدك تحسب وزن الماء الكلي؟ وزن الماء الكلي عند ذكر بالغ هو بيساوي 60% من وزن الجسم، وبالتالي اذا بدنا نحسب وزن الماء الكلي نضرب الوزن ضرب 6 بالعشرة، هذا بيطلع معنا الماء الكلي. بالنسبة للنساء نضرب وزن الجسم ضرب نص، لأنه مثل ما قلنا الماء عند النساء أقل، بيكون تقريبا من 50-55%، أما عند الذكور 60%. فهي المعادلة بالنسبة للذكور نضرب الوزن ضرب 6 بالعشرة، عند النساء نضربه ضرب نص. ومنطبق باقي المعادلة اللي هي
التركيز الصوديوم عند المريض قد ايش 170 ناقص الصوديوم اللي بدنا نوصل له 145 تقسيم الصوديوم اللي مطلوب الوصول اليه 145 فبتطلع 7.7 لتر يعني 7 لتر و700 سنتي. هلا قلنا بنحتاج لتخفيض الصوديوم من 170 ل 145 ميلي مول باللتر، بدنا نخفض التركيز يعني بحدود 25 ميلي مول باللتر، فنحتاج من 25 ل 50 ساعه تقريبا لنعوض لنخفض الصوديوم باعطاء الماء. وبما انه بدنا نعوض 7.7 لتر حجم الماء الناقص بنقوم بنقسم هالرقم على عدد ساعات اللازمه للتعويض، بنقسم 7700 ميل لتر على 50 ساعه فبيطلع معنا تقريبا 200 ل 300 ميل لتر بالساعه تقريبا. وبنلتزم بهالشيء هذا ما بتعطي كميات اكبر لانه اذا عوضت الماء بسرعه كبيره او بكميات كبيره فبيدخل المريض بوزمي دماغي. هلا في حال وجود اعراض عصبيه شديده مثل مريض عنده تغير وعي او اختلاجات بنلجأ لتعويض السوائل بالمعدل الاعلى. احنا قلنا التعويض بيكون من نص لواحد ميلي مول باللتر بالساعه، بنلجأ هون بنعوضها في حال وجود اعراض عصبيه مثل اختلاجات او صداعات او اعراض عصبيه بؤري، بنعوضها بمعدل 1 ميلي مول باللتر بالساعه في الساعات العشر الاولى لتحسين الحمل العام للمريض وزوال الاعراض، بعدين بنتابع بمعدل نص ميلي مول باللتر كل ساعه. هلا السوائل المستخدمه في معالجه فرط الصوديوم نتيجه نقص الماء، الاساس بالمعالجه هو تعويض نقص الماء استعمال السوائل منخفضه التوتر. ما بصير تستعمل السوائل مرتفعه التوتر، اما الدكستروز 5% هذا ما بيحوي صوديوم بس فقط بيحوي ماء، مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه الجلوكوز بيدخل لداخل الخلايا وبيبقى الماء فقط، او بنستخدم المحلول نصف النظامي اللي هو 45 بالالف. لكن يجب مراعاة الحالات التالية، في حال وجود اضطراب هيمودينميكي يعني المريض عنده هبوط ضغط، أول شيء يجب رفع الضغط باستخدام سيروم ملحي نظامي 9 بالألف نورمال سلاين، لأنه الأولوية بهيك حالي لرفع الضغط وعلاج الاضطراب الهيمودينميكي، وبعد زوال بعد ارتفاع الضغط وزوال الاضطراب الهيمودينميكي نستعمل سوائل منخفضة الحلولية لتعويض نقص الماء ومعالجة فرط الصوديوم. دكتور كاتبين دكستروز 5 مع أنسولين، هون لا أي شخص محط له أنسولين والسكري بس؟ هذا ما بعرف بهالترجمة هي دائما عنده السيروم السكري مع أنسولين، إذا المريض ما عنده سكري ما في داعي تحط له أنسولين. واضحة الفكرة؟ هو حط سكري مع أنسولين. إذا المريض ليس سكريا يعني المريض سكره طبيعي أو ما عنده سكر تعطيه سيروم سكري عادي من دون إنسولين. أما إذا المريض عنده سكر وخوفا من أنه لأنه إحنا غايتنا الأساسية نعطيه الماء، فإذا بدك تعطيه سيروم سكري من دون إنسولين هيك بدك ترفع له السكر، فلذلك نعطيه إنسولين في حال كان مريض سكري لحرق الجلوكوز موجود بالسكر. في حال عدم وجود اضطراب هيمودينميكي بنعطي محاليل منخفضه التوتر وغالبا المحاليل السكري. اما في حال انخفاض الضغط بشكل متوسط يعني مثلا المريض جاك ضغطه 9 او 8.5 9 هون بنعطيه محلول ملحي نصف النظامي. هلا علاج فرط الصدم بسبب فرط تحميل الملح مثل المريض اخذ بيكربونات الصوديوم بكميات كبيره او أخذ أملاح بكميات كبيرة، المشكلة هون بتكون هي فرط الصوديوم وليس بسبب نقص الماء، لذلك بيكون العلاج بتحريض الإدرار بإعطاء مدرات العروي مثل الفوروزمايد أو اللازيكس اللي هذا بيؤدي إلى إطراح الصوديوم، ولكن بهيك حالي لازم تعويض النتاج البولي تعويض الإدرار بإعطاء دكستروز 5% حتى لا يدخل المريض بتجفاف ويرتفع الصوديوم من جديد، لأنه إذا جيت أعطيت مدرات بدون ما تعوض السوائل اللي تطرحها لأنه اللازيكس اللي بدك تعطيه أو الفروزمايد راح يطرح الماء وراح يطرح الصوديوم، فبالتالي لما بنقص لك الصوديوم راح ينقص لك كمية الماء، ف
فهيك بيرجع بيرتفع الصدم. لذلك لازم تعود له السوائل على شكل مثلا سيروم سكري 5% وتعطي المدرات حتى ما يضيع الماء ويؤدي لارتفاع الصوديوم من جديد. هلا هون معطينا حاله سريريه عن فرط الصوديوم. مريض عمره 79 سنه، وزنه 60 كيلوغرام، عنده قصه حمى وتغيم وعي وجفاف فم وثنيات جلدي. الضغط عنده 148 على 94، درجه الحراره عنده 39.2، الصوديوم عنده 185 ميلي مول باللتر. بفحص البول عنده بيلي قيحيه زائد بكتيريا جراثيم. أوزموليت البول مرتفع كتير، 640 ميلي أوزمول باللتر. حجم البول 600 ميلي لتر فقط، 0.6 لتر بال 24 ساعة، يعني النتاج بولي كتير منخفض. هلأ مستشفنا القصة السرية أنه المريض عنده انتان بولي شديد بسبب وجود بيلي قيحية مع بكتيريا بالبول. المريض عنده ارتفاع الصوديوم موصل عنده لل 185 ميلي مول باللتر مع نتاج بولي منخفض وأوزموليت بول مرتفعة، فبالتالي الكلي هون عم تحافظ تعيد امتصاص الماء، فهذا عم يعاني من ضياع سوائل خارج كلوية لأنه نتاج البول منخفض. لأنه لو نتاج البول مرتفع بكون كلوي، أما لما بكون نتاج البولي منخفض فبكون ناجم عن نتيجة التعرق الزائد بسبب ارتفاع الحرارة، درجة الحرارة 39.2، وممكن ما يكون عنده القدرة للوصول لشرب السوائل أو تعويض السوائل بكمية كافية، فلذلك المريض ممكن بهالحالة هاي يدخل بصدمة، لكن غالبا ضغطه عالي بسبب المعاوضة. عنده هيك مريض عندنا فرط صوديوم بسبب ضياع السوائل خارج كلوي واضطراب بآلية العطش، خصوصا انه مريض مسن عمره فوق بحدود 80 سنة، فمنقوم بهيك حالة بحساب كمية السوائل المفقودة وبالتالي الحجم المطلوب تعويضه. نقص الماء الكلي مثل ما ذكرنا، اللي وزنه 60 كيلوغرام، حاطط هوني نص، ما انتبهت اذا مريضة ولا اذا مريضة ولا مريض. كبير بالسن حكيم، هذا كبير بالسن ب 50. كبير بالسن مزبوط، لانه كمان 45 ل 50% الماء الجسم، فلذلك هو حطوها نص ضرب 60. الصوديوم عند المريض 185، بدنا نوصله ل 145 ومنقسمه على 145، فبالتالي بتطلع معنا كميه السوائل اللي لازم نعوضها 8.2 لتر، بالاضافه للحاجه اليوميه من السوائل اللي بتبلغ 2100 ميل لتر. هلا بهيك حالات يجب تعويض نقص الماء مع الانتباه لتخفيض تركيز الصوديوم ببطء نص لواحد ميلي مول باللتر بالساعه. نحتاج تقريبا 40 ساعه، من 40 ل 80 ساعه لخفض الصوديوم من 185 ل 145 ميلي، فبالتالي هون حاطين 40 ساعه، لو قسم 100 فبنقسم 8.2 لتر 8200 ميل لتر على 40 بيطلع 250 ميل لتر بالساعه، باعتبار 1 ميلي مول على لتر على الساعه نظرا لتغير وعي المريض. بهيك حالي بدنا نعوض بالحد الاعلى لأن المريض عنده تغيم بالوعي وأعراض عصبية شديدة، فمنعوض 1 ميلي مول باللتر بالساعة. السوائل عادة بتكون ديكستروز 5%، وانتبه هون لأنه المريض مو سكري حط لك ديكستروز 5%، فلذلك الإنسولين بنضيف وقت بكون المريض عنده سكري فقط، أو يمكن استخدام السيروم الملحي نصف النظامي. ولكن بهيك حالات مثلا المريض ضغطه 148 على 94 ما في داعي نستخدم السيروم الملحي نصف النظامي، نستخدم الدكستروز 5%. طبعا بدنا نعيد معايرة الصوديوم كل 2 ل 4 ساعات لتعديل العلاج، فممكن المريض يتحسن بشكل اسرع من الطبيعي وما بيحتاج ل 8 لتر، او قد يحدث العكس فتكون المعالجة غير فعالة. طبعا الانتانات خصوصا عند المسنين هي من الحالات الشائعه لفرط صوديوم الدم عند المرضى المسنين والمدنفين. هلا ننتقل لنقص الصوديوم. نقص الصوديوم هو بالتعريف تركيز الصوديوم بيكون اقل من 35 ميلي مول باللتر. هذا الانخفاض ما بيعبر عن محتوى الجسم الكلي من الصوديوم،
إنما يعبر عن وجود زيادة في كمية الماء نسبة للصوديوم. أسباب نقص الصوديوم: نقص الصوديوم مع أوزموليت بلازما طبيعي، هذا نادر الحدوث إذا بتكون أوزموليت البلازما طبيعي والصوديوم ناقص، وهذا غالباً بيكون نقص صوديوم كاذب. هذا بيشاهد في حالات ارتفاع التريغليسراد، ارتفاع الدهون الثلاثي أو البروتينات بالدم. هاي البروتينات والشحوم بتاخذ مساحة كبيرة في عينة الدم اللي عم نسحبها على العين الصغيرة، فبتزيح شوارد من العينة، وبالتالي بتعطي نتيجة أنه الصوديوم ناقص في كل مليلتر بس بشكل كاذب. لذلك هذا بسموه نقص كاذب وليس حقيقي. بتكون أوزمولية المصل المقاسي مخبريا طبيعي، لكن بتكون الأوزمولية المحسوبة من معادلة الأوزمولية منخفضة، وهذا اسمه نقص صوديوم كاذب. نقص صوديوم مع أوزمولية مرتفعة تحدث غالبا في حالات بسبب ارتفاع شديد في تركيز سكر الدم غير النقص الصوديوم مع أوزمولية بلازما مرتفعة. عنا مثلا المرضى اللي بيرتفع عندهم سكر الدم لل 400 ولا لل 500، هذول بيصير عندهم نقص صوديوم، لأنه حتى في معادلة هلا تمام مذكورة بينقص تركيز الصوديوم 1.6 ميلي مول باللتر لكل ارتفاع في تركيز السكر 100 ميلي جرام بالديسلتر فوق المستوى الطبيعي. كل 100 ميلي جرام بالديسلتر ارتفاع بسكر الدم فوق المستوى الطبيعي بينقص الصوديوم مقابلة 1.6 ميلي مول باللتر لتعديل حلولية البلازما، لأن حلولية البلازما مرتبطة بالصوديوم وسكر الدم، فكل ما ارتفع سكر الدم لازم ينقص الصوديوم مشان ما ترتفع أوزمولية البلازما بشكل عالي كتير. وكذلك أيضا بحالات إعطاء المدرات الحلولية مثل المانيتول بكميات كبيرة، كل الجلوكوز والمانيتول بسبب ارتفاع أوزمولية الوسط خارج الخلوي، فما يؤدي إلى تحرك الماء من داخل الخلايا إلى الحيز خارج الخلوي، وهم بيصير بالعكس بفرط الصوديوم عادة بيحدث تجفاف داخل الخلوي، أما هون بيتحركوا للحيز خارج الخلوي فبيؤدوا إلى حدوث بسبب انخفاض ارتفاع أوزمولية البلازما بيتحرك الماء من داخل الخلايا لخارج الخلايا وبيخفض تركيز الصوديوم خارج الخلو. هلا نقص الصوديوم مع أوزمولية منخفضة، وهذا نقص الصوديوم الحقيقي، بيحدث عند وجود خلل في طرح الماء من الجسم مع الاستمرار بشرب الماء أو إعطاء سوائل منخفضة الحلولي. بتقوم الكلى عادة بطرح كمية الماء الزائدة في الجسم عن طريق إنتاج كميات كبيرة من البول الممدد، ولكن في هاي الحالة نلاحظ أن الكلى لا تقوم بذلك، أي أن هناك عجز في الكلى يمنعها من أداء وظيفتها، فيكون مفتاح تشخيص سبب نقص الصوديوم هو معرفة سبب عجز الكلى عن طرح الماء. هلا أسباب اضطراب الإفراغ الكلوي للماء مثل نقص معدل رشح الكبة في حالات القصور الكلوي بالمراحل المتقدمة، قصور القلب الاحتقاني وتشمع الكبد والمتلازمة النفروزية، هدول اللي بيأدوا لحدوث الوزمات وبصير عندهم شغلة احنا بنسميها الألدوستيروني الثانوي، بيرتفع عندهم كلا الألدوستيرون والرينين، قصور الدرق وقصور الكظر، والسيادة اللي هي متلازمة الإفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإدرار. هون بيحصل في زيادة بإفراز الADH، فبالتالي هذا الهرمون بيؤدي إلى عودة امتصاص الماء، اسمه مضاد للإدرار، فبالتالي بده يمتص الماء بكميات كبيرة، فبيؤدي لنقص صوديوم تمددي. عادة متلازمة السيادات بتكون عنده مثلا الصوديوم 15 ولا 120، وبتكون أوزمولية البلازما منخفضة وارتفاع أوزمولية البول. ارتفاع أوزمولية البول لأنه بسبب زيادة إفراز الهرمون مضاد للإدرار ما عم يخلي الماء ينطرح بالبول، لذلك أوزمولية البول بتكون مرتفعة وأوزمولية البلازما بتكون منخفضة. هلا الإقياء الشديد مع استمرار بشرب الماء، حتى لو شرب المريض بيتقيأ قسم منه وبيمتص القسم الباقي، ومع فقدان الشوارد مستمر بسبب الإقياء، فإن الكمية القليلة من الماء ممتصة تمدد السائل وتؤدي إلى نقص الصوديوم. المدرات التيازيدية تطرح الماء والصوديوم، لكن نسبة طرحها للصوديوم أكبر،
مما يجعلها مضاد صفاب لدى المرضى الذين يعانون من نقص صوديوم، فهي بتفاقم من الحالي لديهم اصلا. الحياميات غير مناسبه، والعلاج الوريدي الغير مناسب كاعطاء المريض كميات كبيره من السوائل السكري او مخفض الحلولي. نعم فصلة في مشاركة الشاشة. دار ولا لا مستمعش دار؟ نعم ناس لمشاركة الشاشة ما اشتغلت. لحظة شوي. ظاهرة؟ مش هفهم. تمام. هل آليات حدوث نقص صوديوم في الدم؟ نقص صوديوم الحقيقي تصنف لمجموعتين، النقص النضوبي الديبليشن، هذا بيحدث عندما بترافق نقص الماء الجسم الكلي مع نقص أكبر في شوارد الصوديوم الكلي، بيظهر تقييم السائل خارج الخلوي عند وجود نقص بالحجم، وهذا الضياع قد يكون كلوي أو خارج كلوي. ضياع الصوديوم الشديد الكلوي بيحدث عادة في داء أديسون، قصور قصر الكظر، باستخدام المدرات التيازيدي والحماض الأنبوبة الكلوي واعتلالات الكلي المضيعة للملح، وعادة ما بزيد، بكون عادة تركيز صوديوم في البول، إطراحه بالبول بكون أكثر من 20 ميلي مول باللتر. أما ضياع الصوديوم خارج الكلوي بكون عادة من الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو إقياء، أو بسبب احتباسه ضمن الحيز الثالث مثل التهاب بريتوان أو بعد الجراحة أو في حالات وجود الحبه. النقص التمددي ديليوشنال هذا الأكثر شيوعا، يعني بيترافق عادة مع فرط الحجم اللي بيتظاهر سريعا على شكل وذمات، كما في حالة قصور القلب الاحتقاني وتشمع الكبد والمتلازم النفروزي وفرط الألدوسريني الثانوي. أصلا هي كل الحالات هي قصور القلب احتقاني تشمع الكبد والمتلازم النفروزي هي كلها تترافق مع فرط الألدوسريني ثانوي. أيضا ممكن أن يترافق نقص صوديوم التمددي مع حجم طبيعي دون وجود علامات فرط الحجم أو وذمات، كما في العلاج الوريدي غير مناسب بسوائل وريدي مخفض محتوى الصوديوم، وأيضا بمتلازمة الإفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإدرار، عادة CADH أو الإفراز غير ملائم للهرمون المضاد للإدرار عادة بتكون مريض سوي الحجم أوفوليميك، وكل مريض سوي حجم ما عنده نقص حجم، وفي قصور الدرق والقصور الكظري، أو أيضا كاختلاط لعملية تجريف البروستات بالتنظير البولي، وهو ما يسمى متلازمة التورب، متلازمة استئصال البروستات عن طريق الإحليل، هاي متلازمة التورب ترانس يوريثرال ريزيكسيون اوف ذا بروستات سيندروم، وهي من حالات الانسمام بالماء وحالة إسعافية. هون شارح لكم اياها، متلازمة استئصال البروستات عبر الإحليل التورب تحدث بسبب استخدام كميات كبيرة من السوائل أثناء تجريف البروستات، أثناء تجريف البروستات عن طريق الإحليل، فبتصير في خثرات، ومشان يغسلوا البروستات اللي عم يجرفوها فبيحقنوا سوائل كتير عن طريق المنظار بالإحليل مثل الجليسين، ونادرا ما بيحقنوا الماء المقطر، وهي سوائل بتكون مخفضة الأوزمولي وما بتحتوي على شوارد. لذلك عادة بيستخدموا مو لتر ولا لترين، ممكن يوصلوا لحد العشرة لتر بسبب الحجم العالي من هاي السوائل، مع الضغط العالي المطبق أثناء التجريف لغسل الأجزاء المجرفة يحدث امتصاص الجزء من السوائل المستخدمة إلى الدوران عن طريق الشبكة الوريدية للبروستات والجيوب الوريدي المحيط بها. فإذا كانت الكمية مرتفعة بيحدث نقص حاد وشديد في تركيز الصوديوم بآلي تمددي، مثل ما ذكرت انه هو بسموه اصلا بصير انسمام بالماء
لانه بيمتص الماء بكميه كبيره وبيروح على الدوران وعلى السائل خارج الخلوي، فبيؤدي لنقص صوديوم الدم بشكل تمددي وبصير صوديوم دم اقل من 120 ملي مول باللتر، وهي حاله بتكون اسعافيه وقد تكون مهدده للحياه بسبب الوزمه الدماغيه اللي بتحدث عاده بشكل سريع. لذلك بهذه الحالات بفضلوا التخدير الناحي على التخدير العام، التخدير الناحي يعني التخدير القطني على التخدير العام لحتى يخلوا المريض واعي وصاحي بهذه العملية لمراقبة أي علامة من علامات تغير الوعي، وفي حال لاحظوا أي علامة من علامات تبدل الوعي فورا بينقل المريض للعيان المشددة لتصحيح الخلل الحاصل في تركيز الصوديوم. على أعراض نقص الصوديوم بسبب نقص الأوزموليت البلازما بيتحرك الماء إلى الحيز داخل الخلوي، هون بيحدث عكس الصوديوم، هون بسبب أن الصوديوم منخفض تنقص أوزموليت البلازما وبالتالي الماء بيدخل لداخل الخلايا وبالتالي بيحصل وزمة داخل الخلوي وبالتالي بيحصل انتباج بالخلايا. وكذلك مثل فرط الصوديوم النقص بينعكس بشكل أساسي على الجهاز العصبي المركزي، يؤدي التمدد الذي يصيب خلايا الدماغ إلى تشكل وذمي دماغي، وهو عادة بيكون مسؤول عن أعراض التسمم المائي العصبي مثل الهياج والنعاس والخبل والاختلاجات، واللي في حال تطورت أكثر وحدثت وذمي دماغي شديدة ممكن تنتهي بالسبات والموت. يمكن أن يسبب النقص سريع في تركيز صوديوم الدم أعراض شديدة مثل ما ذكرنا متلازمة الترب، لكن نقص نفس التركيز بشكل بطيء خلال عدة أيام قد لا تروي أعراض نتيجة تأقلم الخلو. لاحظوا هون على الصورة صورة الطبقة المحورية اللي أعطيكم إياها، بتلاحظ أنه في وذمة دماغية. الصورة اللي على اليسار هي الصورة الطبيعية، الصورة اللي على اليمين فيها وذمة دماغية بسبب نقص الصوديوم. علاج نقص الصوديوم، النقص النضوبي الحاد يعالج بإعطاء سالين مركز 3%. هذا السالين المركز 3% بيحتوي على 514 ميلي مول باللتر من الصوديوم، وبيبلغ تركيز الصوديوم 125 ميلي مول باللتر. غالبا ما بتختفي الاعراض العصبيه عند هذا التركيز. عاده الصوديوم بتعالجه لحتى يوصل لل 125، ما في داعي والله توصله لل 135، بس توصله لل 125 بتغيب الاعراض. وعاده اعراض فرط الصوديوم صحيح هو بالتعريف اقل من 135 ميلي مول باللتر، ولكن ما بتبلش تظهر الاعراض الا من تركيز 125 ميلي مول باللتر فما دون. بيكون الإصلاح بمعدل كذلك نفس الشيء، كمان حتى نقص الصوديوم إصلاحه لازم يكون بشكل بطيء لأنه كمان له تأثير جانبي على الجملة العصبية المركزية. هلأ شوي تاني بمر معنا، بيكون الإصلاح بشكل بطيء بمعدل نص لواحد ميلي مول باللتر بالساعة حتى زوال الأعراض، ومثل ما قلنا التعويض ببطء وحذر خلال مدة لا تقل عن 12 ساعة لتجنب هاي. إذا في حال مثلا جاء مريض عنده نقص صوديوم حاد مثلا 120 ولا 115 وجيت عوضت له الصوديوم خلال فترة ساعتين ولا ثلاث ساعات بصير عنده متلازمة زوال النخاعين التناضحية، هاي بتصير بجذع الدماغ واللي بتحدث بسبب رفع الأوزمولي خارج الخلوي بسرعة مما يؤدي لسحب الماء بسرعة، وبالتالي ممكن يؤدي لتمزق الأوعية وزوال النخاعين، فبتصير الأعراض أسوأ والعلاج أصعب، وأصلا مو بتصير الأعراض أسوأ في أغلب الأحيان، هاي المتلازمة بتكون قاتلة إذا حدثت متلازمة انحلال النخاعين في الجملة العصبية. يعالج النقص الحاد والعرضي كمان بهوني نقص الصوديوم نحسب كمية الصوديوم اللازمي اللي هي ماء الجسم الكلي مثل ما ذكرنا، الوزن ضرب نص أو ستي حسب إذا كان ذكر ولا أنثى، والصوديوم المرغوب الوصول إليه اللي مثلا عندنا الصوديوم 120 بدنا نوصله لل 140 ناقص الصوديوم المقاس اللي عند المريض مثلا لو كان 120، وهيك بنحسب كميه الصوديوم اللازم اعطاه. النقص المتوسط والخفيف
عادة الأعراض ما بتكون شديدة ويعالج بإعطاء محلول سالين نظامي. النقص التمددي، نقص التمددي هون بيعالج بتحريض الإدرار مع تعويض النتاج البولي تدريجيا، مثلا المريض قصور قلب احتقاني أو مريض تشمع كبد هون ما بتعطي، هذا عنده بالأصل عنده زيادة بالماء بسبب فرط الحجم، فبيحصل عنده نقص صوديوم تمددي. هذا المريض ما بتجي تعطيه نورمال سلاين، لأنه إذا جيت أعطيته نورمال سلاين راح تفاجئ تفاقم الوذمات بزيادة وتدخل المريض بوذمتريا. بهيك حالة عادة يعني إذا المريض ما عم ياخذ مدرات تعطيه مدرات، وإذا كان عم ياخذ مدرات بتزيد جرعة الإدرار. عفوا دكتور بعد إذنك، اللي مكتوب لنا إنه نعطي من نصه 1 ملي مول باللتر بالساعة. طيب نحن بشكل عملي هو شلون بيكون نبوت سالين وشلون طريقة الإعطاء؟ يعني مثلا نحط نحن في قطارة أو شلون بالضبط بشكل عملي؟ لا لا لا، سيروم ملح عادي أو هلأ إذا كانت كمية قليلة عادة في مضخات، يعني مثلا إذا كانت 100 أو 200 مللتر بتحطها ببام وبتعير المضخة. أما مثلا نص لواحد ميلي مول باللتر بالساعة، هاي الكيلو هون دكتور، هذا معدل التخفيض، معدل التخفيض هذا. أيوة يعني أنت بدك تخفض مو على الكيلو دكتور، ميلي يعني على الكيلو بالساعة. لا نعم، مو بدنا في على الكيلو دكتور، هذا ما فهمت شو سؤالك. ميلي مول على اللتر على الكيلو على الساعة؟ لا لا دكتور، تركيز الصوديوم ميلي مول باللتر، تمام؟ فإحنا إذا كان عندنا الصوديوم 120 المقصود بدنا نرفعه نص لواحد ميلي مول، يعني بدنا نسويه 121 بالساعة الأولى 122 بالساعة الثانية. هيك فهمت علي كيف؟ إيه تمام، مو على الكيلو. أما في حالات اللي بيكون فيها صوديوم مرتفع بدنا نعوض الماء، وشرحنا كيف طريقة تعويض الماء. مثلا لو كان عندنا أنه المريض بالمثال اللي ذكرنا كان عندنا 7200 مللتر 7.2 لتر بدنا نعوض الماء، فبدنا نعوض له مثلا خلال 40 أو 50 ساعة، منقسم 7 لتر على 50 ساعة بيطلع معنا مثلا 200 أو 250 مللتر بالساعة، فهون بنعوض له الماء 250 مللتر بالساعة، يعني بنعطيه بالساعة 250 سنتي سيروم سكر. هيك. أما بنقص الصوديوم بدنا نرفع الصوديوم بمعدل نص لواحد ميلي مول بالساعة. يعني مثلا دكتور مثلا ركبنا له مثلا سيروم ملحي، مثلا هو عنده مثلا 120، نحن نوصله فوق 125، نحن نحط مثلا سيروم ملحي 5 ملي مول، وهي لازم تطول مثلا لمدة 5 ساعات حتى يخلص. ما بتحط شيء بهيك حالي، انت بدك تعوض الحد الادنى، بتسرب له السيروم الملحي مثلا بمعدل 15 ل 20 نقطة بالدقيقة، ما بتزيد اكثر من هيك. تمام دكتور، تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا عنا حالي مثل المريض عمره 54 سنة، عنده زلة تنفسية ليلية اشتدادية، وعنده وذم محيطي واحتقان بالوردين الوداجيين وخراخر، وحتى عنده ما شاء الله سماع الصوت الثالث، وبصورة الصدر تبين وجود انصباب جنب ثنائي الجانب وضخامة قلبية وارتشاحات رئوية ثنائية الجانب مع صوديوم 125 ميلي مول باللتر. هذا ما شاء الله نعطيك قصة وصفية لقصور قلب احتقاني بسبب انه زلة ليلية انتيابي. زل الليل الانتيابي هي عادة تشهد بقصور قلب، وذمات محيطية، احتقان بالأوردة الوداجية، خراخر، وسماع الصوت الثالث، كلها هي بتشير لقصور قلب احتقاني، وأيضا ضخامة قلبية وارتشاحات رئوية. فعنده الصوديوم 125 ميلي مول باللتر، فبهيك حالي عادة بكون نقص الصوديوم بكونوا تمددي. هون عندنا فرط حمل بالسائل خارج الخلوي مع وجود الوذمات نتيجة زيادة صوديوم الجسم الكلي. هون مو زيادة صوديوم الجسم الكلي، هون بكون زيادة الماء مو زيادة الصوديوم. فهون بنستعمل، لأنه بالأصل إحنا عنا نقص صوديوم مو عنا زيادة صوديوم الجسم الكلي، نتيجة زيادة ماء الجسم الكلي.
فبنستعمل مدرات العروي مع حمي قليل من الصوديوم ومقويات العضل القلبي، لكن يجب الانتباه لأن نقص صوديوم الدم هنا تمددي بسبب الاستمرار بشرب الماء رغم ضعف الإفراغ الكلوي، وبالتالي أيضا بنوصل المريض كمان بحمي عن شرب الماء. هلا في حاجة المريض بأعراض عصبية ناجمة عن نقص تركيز صوديوم الدم، وعادة ما بتظهر الأعراض إلا إذا نقص تركيز صوديوم أقل من 25 ميلي مول باللتر، عندها بنبدأ بتعويض نقص صوديوم لحتى يصير تركيزه 125 ميلي مول باللتر باستعمال محلول ملحي، أو ثم من بعدها بنعالج فرط الحجم الأساسي يعني إطراح الماء. المريض الثاني شاب بعمره 26 سنة تعاني من داء هضمي قرحي مع قياء وألم بطني، جفاف جلد وأغشية مخاطية وهبوط ضغط انتصابي، صوديوم الدم عنده 125 ميلي مول باللتر. هون السبب الأساسي هو فقد السوائل عن طريق الجهاز الهضمي، والمريض عنده جفاف جلد وأغشية مخاطية، فبالتالي بيكون في عنده نقص بحجم السائل خارج الخلوي، وبالتالي الصوديوم الكلي في الجسم بيكون منخفض، وكذلك تركيز الصوديوم في الدم بيكون منخفض، فبالتالي هذا نقص حقيقي ومؤدي لحدوث تجفاف. فبهيك حالي المريضة عانت من فقد الماء والصوديوم نتيجة الأقياء، فهي عم تشرب كميات من السوائل وصحيح عم تتقيأ، ولكن عم تمتص كمية من الماء مما جعل نسبة الماء أكبر من الصوديوم رغم أن نسبة كل منهما أخفض من الطبيعي. التدبير فقد السوائل، المريضة عندها هبوط ضغط انتصابي، وبالتالي أول شيء يجب ملء السرير الوعائي للوصول للاستقرار الهيمودينيميكي، يعني لازم أول شيء نرفع الضغط باستخدام محلول سالين، ولكن مثل ما ذكرنا في حالات نقص الصوديوم أو ارتفاعه يجب التعويض فرط الصوديوم، يجب تعويض الماء ببطء إلا في حال وجود أعراض عصبية أو أعراض حادة. في حال نقص الصوديوم كمان يجب تعويض الصوديوم عن طريق إعطاء المحلول نورمال سالين كذلك ببطء، ما بترفعه بشكل سريع خوفا من حدوث متلازمة انحلال النخاعين بالجملة العصبية المركزية. وفي حالة فرط الصوديوم إذا عوضت الماء بشكل سريع ممكن يؤدي لحدوث وذمي دماغي. تدبير نقص الصوديوم عادة بتصحح تلقائيا بما أنه 125 ميلي مول باللتر، بس تعطي سيروم ملحي بيصلح لك الحجم التجفاف خارج الخلوي، يعني نقص الحجم السائل خارج الخلوي، ويصلح لك نقص الصوديوم. هذا هو معطيكم حالي، مريض عمره 65 سنة وزنه 70 كيلوغرام، بعد انتهاء عملية تجريف البروستات بالتنظير تحت تخدير القطنة حدث عند المريض ضعف وعي واختلاجات. التحليل المخبري أظهرت أنه تركيز الصوديوم 115 ميلي مول بلتر مع نقص أوزمولية البلازما 260 ميلي أوزمول على الكيلوغرام. هاي الحالة فورا قطعا هاي بيكون متلازمة التارب أو الانسمام الحاد بالماء، نزلت أوزمولية البلازما لأنه امتصت كميات كبيرة من الماء ونزل تركيز الصوديوم. هون النقص الحاد والشديد في تركيز الصوديوم بيسبب أعراض عصبية أدى لحدوث نقص بالوعي واختلاجات. هون بنرفع تركيز الصوديوم حتى 125 ميلي مول بلتر أي 10 ميلي مول باللتر، فبنستخدم سيروم ملحي مفرط التوتر مثل السالين، ولكن كمان ببطء حذر شديد حتى تزول الأعراض العصبية، وبمعدل 1 ميلي مول باللتر بالساعة. يعني ما بنرفع التركيز الصوديوم، يعني عندنا 125 بدنا نرفعه وهو عنده 115 ل 125، بنرفعه بمعدل 1 ميلي مول باللتر بالساعة، يعني بنرفعه خلال 10 ساعات، كل ساعة نرفع 1 ميلي. هلا بدنا نحسب كمية الصوديوم المطلوبة للتعويض، وهي ماء الجسم الكلي، بدنا نرفعه لل 125 ناقص 115 ووزنه 70 كيلوغرام ضرب 5 بالعشرة، فبيطلع معنا 350 ميلي مول من الصوديوم. هلا بهيك حالات لأن حالة إسعافية هي بيستخدموا المحلول كلور صوديوم 3% لأنه حالي إسعافي وحالي خطرة جدا. أما بالحالات العادية لو تغير هالحالة عادة نستخدم نورمال سالين. السالين 3% بيحتوي على 514 ميلي مول باللتر من الصوديوم، فالكمية المطلوبة تقريبا 514 تقسيم 350، إحنا بدنا 350، فبيطلع تقريبا
700 ملل من السالين 3%، لرفع التركيز من 115 ل 125 بمعدل 1 ميلي مول باللتر بالساعة نحتاج ل 10 ساعات. فهيك حالي عندك 700 ملل بتقسم على 10 ساعات فبكون معدل تسريب السالين 70 ملل بالساعة. تمام؟ مفهومي؟ اي مفهوم. تمام. كذلك بحالات مثل ارتفاع الصوديوم من عرض الصوديوم كل 2 ل 4 ساعات مع المراقبه بالعنايه المشدده، وبعد زوال الاعراض العصبيه الشديده بنعيد تقييم تركيز الصوديوم وبنقبل التعويض ببطء بعد 10 ساعات بنعوض له بالحد الادنى نص ميلي مول باللتر بالساعه باستخدام السالين النظام. هون في ملاحظة أنه المدرات بتقوم بطرح الصوديوم بالإضافة للماء، لذلك عند استخدام المدرات سواء في حالة فرط أو نقص صوديوم نقوم بعدها بتعويض النتاج البولي، تعويض الماء أو الصوديوم اللي انطرح. أما في حالة الوزمات مثل مريض عنده تشمع كبد أو مريض عنده قصور قلب الاحتقاني وأعطينا المدرات فهوني إحنا بدنا نتخلص بالماء، لذلك ما بتعطي سوائل. هلا الحالة التالية فيكم تطلعوا عليها لأنه لسه عندنا البوتاسيوم كمان مهم. هلا توازن البوتاسيوم الطبيعي، شارد البوتاسيوم مثل ما ذكرنا هي الشارد الإيجابي الأساسي بالسائل داخل الخلايا. وظيفته الأساسية هي الحفاظ على النظم القلبي والنقل العصبي العضلي الملائم والمحافظة على تركيز بوتاسيوم البلازما ثابت وضروري جدا من أجل النظم القلبي والنقل العصبي العضلي. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة تركيز البوتاسيوم داخل الخلايا خلافات مع أنه نفس المرجع أو ما بعرف هذا المرجع منين هو، هل هي محاضرات يعني ولا أنه مرجع مترجم. عادة هو تركيز الصوديوم داخل الخلايا بيكون 150 وتركيز تركيز البوتاسيوم داخل الخلايا بيكون 150 وتركيز البوتاسيوم خارج الخلوي هو تقريبا من 3.5 ل 5.5 ميلي مول باللتر يعني وسطيا 5، فبكون النسبي 30 الى 1، 30 داخل الخليه و1 ميلي وبكون خارج الخليه. وبيتحافظ عادة على المدروج الواسع عبر الخلوي البوتاسيوم من خلال مضخة الصوديوم بوتاسيوم أتباز المتوضعة في غشاء الخلية. تقدر الحاجة اليومية من البوتاسيوم 1 ميلي مول على الكيلوغرام باليوم، وهذا بيحتوي عليه الغذاء المتوازن. هناك كذلك مصادر أخرى خفية للبوتاسيوم مثل تحطم النسج، نقل الدم، الدم المنقول خصوصا كل ما كان الدم قديم ومتحلل فبيحتوي على شوارد بوتاسيوم أعلى، وبالتالي هذا إذا بتعطيه ممكن لازم تحط ببالك أنه يحصل عند مريض فرط بوتاسيوم. طبعاً النزف الهضمي، النزف المعدي المعوي بيؤدي لحدوث ارتفاع بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم موجود في السوائل الوريدية مثل محلول رينجر لاكتات والمستحضرات الدوائية. حتى المستحضرات الدوائية مثلاً بتلاقي فيها مثلاً صوديوم أو بوتاسيوم حسب الأساس تبعها، مثل بيقول لك ديكلوفيناك صوديوم ولا ديكلوفيناك بوتاسيوم. الإطراح الكلوي هو الطريق الأكثر أهمية لإطراح البوتاسيوم، بينطرح 10% فقط في البراز و 90% الباقي بالبول. إطراح الكلوي مجاله واسع بتراوح بين 10 ل 700 ميلي مول بال 24 ساعة. تنخفض قدرة الكلي على طرح البوتاسيوم عندما ينخفض معدل الرشح الكبه دون 20%، فبيرتفع تركيز البوتاسيوم في البلازما. اغلب مرضى القصور الكلوي بس ينقص معدل الرشح الكبه اقل من 50 ملل بالساعه بيحدث عندهم ارتفاع بوتاسيوم. العوامل المؤثره في تبادل الصوديوم والبوتاسيوم بالانبوب البعيد وهو اهم عامل الالدوستيرون بيؤدي لحبس الماء والصوديوم وطرح البوتاسيوم. كذلك الجريان الكلوي الأنبوبي ضمن الأنبوب بعيد، كل ما زاد الجريان الكلوي الواصل للأنبوب البعيد بيزيد معه إطراح البوتاسيوم.
العوامل اللي بتأثر في حركة بوتاسيوم ضمن غشاء الخلية وهي الإنسولين. الإنسولين بيسبب دخول البوتاسيوم لداخل الخلايا، لذلك في حالات فرط بوتاسيوم الدم عادة نستعمل سيروم سكري ونحط ضمنه أنسولين مشان يدخل لنا البوتاسيوم لداخل الخلية. هاي لا تنسوها، ومجال للأسئلة كتير. وأيضا تنبيه مستقبلات الأدرينجي بيتا 2، إذا متذكرين وقت اللي درسنا أدوية الربو قلنا من التأثيرات الجانبية لبيتا 2 أغونيست السالبوتامول، خصوصا إذا استعملت لفترة طويلة أنه بتأدي لحدوث فرط بوتاسيوم الدم بسبب دخول بوتاسيوم أيضا لداخل الخلايا. ولذلك حتى في بعض الأحيان بيعالجوا فرط بوتاسيوم الدم مثل ما ذكرت بالإنسولين وسيروم السكري، وأيضا في حالات ممكن نستعمل فيها المستقبلات الأدرينرجي بيتا 2. طبعا كمان من العوامل المؤثرة في البوتاسيوم هي حموضة الدم. حالات الحماض بتؤدي لارتفاع تركيز بوتاسيوم بالبلازما. الحماض عادة بيؤدي لارتفاع تركيز البوتاسيوم، والقلاء بيؤدي لنقص البوتاسيوم. حالات الحماض ليش؟ لأنه بترتفع فيها شوارد الهيدروجين. شوارد الهيدروجين بتكون مرتفعة بالسائل الخارجي والخلوي، وبالتالي حتى الجسم يخفف حالة الحماض تدخل شوارد الهيدروجين لداخل الخلية وبيخرج البوتاسيوم بدلا عنها. فبحالة الحماض لذلك بيحصل فرط بوتاسيوم، أما في حالة القلاء فبيحصل العكس، بينخفض تركيز البوتاسيوم. هاي معلومة لا تنسوها، الحماض بيسوي شغلتين، بيؤدي لارتفاع البوتاسيوم وارتفاع الكالسيوم، والقلاء بيؤدي لنقص البوتاسيوم ونقص الكالسيوم. أوزمونيت بلازما ما بتأثر بشكل كتير، وإذا أثرت بشكل خفيف لأنه الأوزمونية العالي تسبب انزياح البوتاسيوم إلى خارج الخلايا. استخدام المدرات الحافظة للبوتاسيوم مثل الألداكتون أو سبيرولاكتون كذلك هي بتزيد من تركيز البوتاسيوم في السائل خارج الخلية. الاضطرابات تركيز البوتاسيوم ونبلش بفرط بوتاسيوم الدم أو الهايبر كاليم، وهي الحالة اللي بيزيد فيها تركيز البوتاسيوم في المصل لأكثر من 50 ميلي مول باللتر، وعادة هو فرط البوتاسيوم أشد خطورة وأكثر مشاهدة من نقص البوتاسيوم. أسباب فرط بوتاسيوم الدم، عادة فرط بوتاسيوم الدم الكاذب، هاي شغلة لازم تنتبهوا لها، بيكون تركيز البوتاسيوم مرتفع بشكل كاذب بسبب الانحلال ضمن زجاج. مثلا إذا الممرضة صاحبت عينة الدم وما أخذتها للمختبر مباشرة، بالعادي الشوارد لازم تتسوى خلال فترة 15 دقيقة من سحب الدم وأخذ العينة. فإذا أحيانا بيتركوا عينة الدم لفترة طويلة فبيتحلل الدم، وهيك بيعطيك ارتفاع بوتاسيوم كاذب. فكل ما زالت الفترة اللي بيتركوا فيها عينة الدم بدون شغل، يعني هلا مثلا إذا عينة الدم سحبت وبقيت لمدة ساعتين ولا ثلاث ساعات، هاي لازم تنكب ما ينعمل فيها تحليل بوتاسيوم، لأنه راح يطلع كاذب، ارتفاع كاذب ومو صحيح. الحالة الثانية من أسباب ارتفاع البوتاسيوم الكاذب هو استخدام التورنيكيت أو الجاروي. شفته بالمختبرات لسحب الدم، هاي الجاروي اللي بشدوها على الساعد مشان يبين الوريد. فإذا استخدموها بشكل عاصر وقوي كتير كتير، مثلا شدوها أو شدوها لفترة طويلة، فبتؤدي إلى حدوث نخر وانحلال في بعض الإلياف العضلية، فبالتالي بيخرج البوتاسيوم منها وبترفع تركيزه بالبلازما. والشيء الستاندرد أو المعياري أنه في حال بدنا نعاير البوتاسيوم، عينة الدم المفروض تنسحب بدون جاروي أو بدون تورنيكيت. أو حالات القيام بجهد عضلي شديد من قبل المريض قبل سحب عينة الدم، يعني مثلا يكون مريض مارس الرياضة أو لعبان كرة قدم مثلا لمدة شي ساعتين ويجي يعمل تحليل بوتاسيوم، فهذا بيعطي ارتفاع بوتاسيوم كاذب. وأيضا في حالات فرط الخثار. هلق في حالات تأذي الإطراح مثل القصور الكلوي، المدرات الحافظة للبوتاسيوم وعوض الألدوستيرون
كلها بتؤدي لارتفاع بوتاسيوم. عودة توزع النسيجة مثل ما ذكرنا الحماض، استخدام السوكسا ميتونيوم، الانسمام بالديجوكسين، أضيات نسيجية مثل الحروق والردود. الحروق لأنه بيؤدي لتخرب الخلايا، والردود كذلك أيضا بتؤدي لتخرب الخلايا العضلية، وبالتالي بتحرر البوتاسيوم الموجود داخل الخلايا وبروح على الدوران فبيرفع البوتاسيوم. كذلك الانحلال العضلي والتنخر الورمي، في متلازمات مثل متلازمة الانحلال الورمي، الخلايا الورمية بتنحل. ومثل ما ذكرنا تركيز البوتاسيوم داخل الخلايا هو 30 قياسا للسائل خارج الخلوي، فبالتالي الخلية لما بتنحل وبتنفجر فبتحرر البوتاسيوم اللي داخلها للسائل خارج الخلوي وبيؤدي لارتفاع البوتاسيوم. هلا السوكسونيل كولين واللي هو هذا السوكسا ميتونيوم هو مرخي عضلي سريع التأثير ونازع للاستقطاب، لذلك يؤدي إلى تقلصات حزمية وارتعاشات عضلية قد تكون شديدة، تمزقات عضلية مجهرية ونزوف شعري، وارتفاع بوتاسيوم نتيجة التمزقات العضلية والارتعاشات العضلية مثل ما بيحدث تماما بآلية الهرس العضلي. لذلك نظرنا بإعطاءه عند مرضى القصور الكلوي وعند أي مريض لديه ارتفاع بوتاسيوم الدم هذا السوكسونيل كولين. زيادة الوارد هذا قليل كتير نادر للحدوث، مثل بيحدث في حالات نقل الدم. الدم المجهز للنقل بيحتوي على السترات، السترات تتحد مع الكالسيوم وبتؤدي إلى انتباج الكريات الحمر في كيس الدم، وبالتالي بتؤدي لانفجار الكريات الحمر وتحرر البوتاسيوم الموجود داخلها، مما يؤدي بالنهاية لارتفاع بوتاسيوم الدم. ومثل ما ذكرت كل ما كان الدم قديم، عادة يعني أكياس الدم بيحتفظوا فيها تقريبا لمدة 3 أسابيع أو 21 يوم، فبالتالي كل ما كان الفترة بين سحب الدم وبين بقاؤه ببنك الدم لفترة أطول كل ما كانت خطورة ارتفاع البوتاسيوم بعد نقل الدم أعلى. زيادة الإعطاء الوريدة في بعض الحالات مثلا تعويض نقص البوتاسيوم، إذا زاد الوارد اللي عطوية وريديا فبيؤدي لحدوث فرط بوتاسيوم. هلا أعراض فرط بوتاسيوم الدم، عادة بيكون فرط بوتاسيوم الدم الخفيف لا عرضي، تظهر الأعراض السريرية عندما يكون تركيز بوتاسيوم الدم أكثر من 6.5 ميلي مول باللتر، تظهر الأعراض بضعف عضلي وقد يتطور لحدوث شلل رحم. أهم الشغلات اللي لازم تنحفظ بارتفاع بوتاسيوم الدم هي التغيرات التخطيطية، وعادة التغيرات اللي بتحصل بتخطيط القلب الكهربائي عادة بتكون أبكر من التظاهرات السريرية. فعندما يكون تركيز البوتاسيوم أعلى من 5.5 تقريبا من 5.5 إلى 6.5 ميلي أكوفيلنت باللتر، تظهر أهم علامة إله وهي اللي لازم ما تنسوها أبدا، هي موجي تي مؤنفي، موجي تي حادي وعالي، وبيطول أيضا مسافة بي آر بشكل واضح. عندما بيرتفع تركيزه من 6.5 لل8 تقريبا بتشاهد غياب موجي بي وبصير في زيادة بعرض مركب كيو آر إس. إذا ارتفع أكثر من 8 بتشاهد مركب كيو آر إس عريض جدا بسموها ساين ويف أو الموجي جي بي، ومع الأخير ممكن يحدث رجفان بطيني. هلأ انتبهوا لي على التخطيط الموجود بالصورة. في حالات ارتفاع البوتاسيوم الخفيف بكون عادة تركيز البوتاسيوم من 5.5 إلى 6.5 ميلي أكوفيلنت باللتر، بنشاهد موجي تي مؤنفي أو حادي مثل ما كنا شايفينها مرتفعة كتير، وتطاول مسافة بي آر. بالحالات المتوسطة بيكون تركيز البوتاسيوم من 6.5 إلى 8.5 ميلي مول باللتر، بينقص ارتفاع موجي بي وقد تغيب أصلا نهائيا، وبيزيد عرض مركب كيو آر إس. يعني عرض مركب كيو آر إس طبيعي عادة لحد 12% ثاني أو 120 ميلي ثاني، بصير أكثر من 12 ميلي ثاني أو أكثر من 120 ميلي ثاني، يعني بصير أكثر من 4 مربعات صغيرة بالتخطيط، يعني بصير مربع كبير واحد تقريبا. بالإضافة إلى ارتفاع وصلة ST، بترتفع وصلة ST نحو الأعلى، وهون ممكن تظهر خوارج انقباض سواء أذيني ولا بطيني.
بيرتفع البوتاسيوم الشديد اكثر من 8 ميلي مول باللتر، بصير زياده تدريجيه في عرض مركب كيو ار اس، وبصير مثل ساين ويف او الموجه جي بي الوحده، وهون ممكن يبقى وتظهر كل اشكال اضطرابات النظم من رجفة البطنة او حتى توقف القلب. حالة فرط البوتاسيوم عادة هي حالة خطيرة جدا وحالة إسعافية تتطلب علاج فوري، ما بتحتمل يعني لا تأخير ولا أي إبطاء بالعلاج، لأن ممكن تتطور تدريجيا إلى رجفان بطنة قد يكون قاتل. وعادة فرط البوتاسيوم طبعا هي بيسألوا عليها باليو إز إن ليو وهيك، فرط البوتاسيوم عادة بيؤدي إلى توقف القلب ووضعية الانبساط. راحت الشاشة؟ إيه سأل دكتور. مش الحال؟ مش الحال؟ ايه مش شيء دكتور. هلا شلون نميز الاحتشاء عن ارتفاع البوتاسيوم؟ لانه الاحتشاء كمان اول شيء موجي بي تمام تكبر. هذا سؤال كثير حلو. احتشاء العضل القلبي كيف تميزه عن فرط البوتاسيوم؟ المراحل المبكره للاحتشاء، اول يعني مثلا لما بيجيك المريض باول ساعه او خلال نص ساعه من الاحتشاء كمان بتشاهد في هايبر اكيوت تي ويف، انه موجي تي مرتفعه. فكيف بدك تميزهم؟ اذا بدك تميزهم بيكون عن طريق قاعده موجي تي. عاده بارتفاع البوتاسيوم بيكون قاعده موجي تي ضيقه، هي بتكون موجي تي مؤنفه وحاده لفوق، فبتكون القاعدة موجتي بتكون ضيقة. إذا كانت قاعدة موجتي عريضة فهي بتمشي مع الاحتشاء أكثر، ولكن في حال اختلط عليك الموضوع قطعا لازم تطلب تحليل البوتاسيوم، ما في مجال. طبعا أنت بيختلط عليك الاحتشاء مع ارتفاع البوتاسيوم بحالة أنه إذا جاك المريض عنده ارتفاع وسط، عنده موجتي حادي. موجتي حادي هي بتشوفها عادة بالاحتشاء خلال أول ساعة، اما يعني بعد ساعتين او ثلاث ساعات اذا جاك المريض من بدء الالم الصدري عاده بتكون في ارتفاع اس تي بشكل واضح، فبالتالي يعني بتزيل اللبس. اما اذا جاك المريض احتشاء العضل القلبي بشكل مبكر وكان عندك فقط هايبر اكيوت تي ويف، لانه موجي تي مؤنفي وحادي، فاذا بدك تميز بينهم بيناتهم بالتخطيط بتطلع على قاعده موجي تي. القاعده موجي تي اذا كانت من تحت عريضه فهي بتمشي مع احتشاء العضلي القلبي، إذا كانت ضيقة فهي بتمشي مع فرط البوتاسيوم. ولكن عمليا يعني أبا أعطيك هذا شيء نظري، لكن عمليا لازم تطلب تحليل البوتاسيوم لتنفي فرط بوتاسيوم الدم، وطبعا بالإضافة لأنك أكيد راح تطلب السي كي إم بي والتروبونين، فبتمشي بأحد الاتجاهين. تمام؟ ايه تمام. هل علاج فرط بوتاسيوم الدم؟ اول ما بنقوم به عند ملاحظه اي تغيرات في تركيز شرط بوتاسيوم سواء زياده او نقصان هو تخطيط القلب الكهربائي، لانه تغيرات تركيز شرط البوتاسيوم حساسه جدا بتخطيط القلب الكهربائي، سواء كانت ناقصه ولا مرتفعه. وغالبا التغيرات التخطيطيه تظهر قبل الأعراض السرير، لذلك تخطيط القلب الكهربائي حساس جدا على تغيرات تركيز شرط البوتاسيوم سواء كان ارتفاع ولا نقص. تتم معالجة فرط البوتاسيوم بإحدى الآليات التالي: المعاكسة الكيماوية للتأثيرات الغشائية، العلاج الإسعافي. هذا أول شيء بتقوم فيه، مثلا أي مريض شكيت عنده ارتفاع بالبوتاسيوم وإجاك على الإسعاف وإنت شاكك بارتفاع البوتاسيوم، طلبت البوتاسيوم لقيته مرتفع وفوراً تعطيه جلوكونات
الكالسيوم. أول شيء بتسويه هو بتعطي جلوكونات الكالسيوم. جلوكونات الكالسيوم طبعا هو يعاكس التأثيرات القلبية لارتفاع البوتاسيوم، ما بيؤدي لتخفيض ولا تركيز مستوى البوتاسيوم بالدم، ولكن يعاكس تأثيراته القلبية. فأنت هيك بتحمي المريض من حدوث لا سمح الله رجفان بطيني أو اضطرابات نظام تاني، ولكن ما بيؤدي لتخفيض تركيز البوتاسيوم. عادة تعطى جلوكونات الكالسيوم 10% وريديا، نص ميليغرام على الكيلوغرام، تنعطى عادة خلال 5 إلى 10 دقائق. وهون بعد ما تعطي المعالج اللي سعفيه كمان بتراقب تخطيط القلب الكهربائي. وطبعا الكالسيوم زملاء ما بتعطوه دفش، والله تمسك إبرة كالسيوم وتمسك هيك وتدفشها خلال والله 10 ولا 15 ثانية، لا، تعطيها خلال 5 إلى 10 دقائق مثلا، إذا حسب درجة ارتفاع البوتاسيوم. مثلا المريض إذا كان البوتاسيوم عنده 7.5 والتغيرات التخطيطية واضحة جدا، عنده موجتي مؤنفي وعالي كتير كتير أو مركب كوارث عريض، هون فورا بتحط مثلا 100 ميل لتر نورمال سلاين وبتحط فيه إبرتين كالسيوم وبتسربهم بشكل يعني سريع. فهيك على الأقل بتاخذ لشي 5 أو 10 دقائق. أما ما بتمسك إبرة كالسيوم وبتحقنها دايركت بالوريد، لأنه هذا بيؤدي لتوقف القلب أو بيؤدي لتوقف القلب بوضعية الانقباض. تمام، هاي المعالج الإسعافي في حال يوم ما سألته فرط بوتاسيوم الدم أول ما بتجري أو أول ما بتعطيه، فهو إعطاء جلوكونات الكالسيوم. والآلي هي أنه بعاكس التأثيرات القلبية لارتفاع البوتاسيوم وما بيؤدي لتخفيض بوتاسيوم الدم. الشغلات الثانية بعد ما نعطي المعالج الإسعافي بنعطي الشغلات اللي بتشجع على القبض الخلوي للبوتاسيوم، المقصود فيه انه ادخال البوتاسيوم لداخل الخلايا. هاي معالجه مؤقته تسمح بادخال البوتاسيوم لداخل الخليه، ليس ريثما تتم معالجه فرط بوتاسيوم الدم وانقاص تركيزه، وبتتم عن طريق اما اعطاء الجلوكوز مع الانسولين، 50 جرام جلوكوز زائد 20 وحده انسولين تنعطى خلال 1 إلى 2 ساعات، يعني 50 جرام جلوكوز يعني سيروم سكري عادي، سيروم سكري 5% بيحوي 50 جرام جلوكوز، بتحط فيه 20 وحدة انسولين وبتعطيه للمريض خلال 1 إلى 2 ساعة. وايضا اعطاء بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم يعني بتعطي مثلا ابرة بيكربونات 50 ميلي مول وريديوم كمان خلال 5 ل 10 دقائق. هذول بيؤدوا لدخول البوتاسيوم من الحيز خارج الخلوي الى داخل الخلايا. هلأ إزالة البوتاسيوم من الجسم طبعا أيضا مذكورة طبعا بالكتب يعني المدرسية، منبهات بيتا 2 أجونيست مثل السالبوتامول والتيربوتالين أيضا بتأدي لدخول البوتاسيوم من حيز خارج الخلوي لداخل الخلايا. إزالة البوتاسيوم من الجسم وهي المعالجة النهائية، مدرات العروي الفروزمايد، ممكن تعطي الفروزمايد بيطرح البوتاسيوم في البول، وفي حال وجود قصور كلوي اعطاء الكاي اكزيليت او البولسترين سلفونات الصوديوم. هذا عباره عن ماده هاي بسموها الراتنجات المبادله للشوارد، هاي بتعمل عن طريق الامعاء وبتمنع امتصاص البوتاسيوم، لذلك هاي ما معالج اسعافي، هاي بتاخذ وقت طويل، وعاده ممكن نعطيها لمرضى القصور الكلوي للوقايه من حدوث ارتفاع البوتاسيوم وليس للعلاج يعني الاسعافي. اخيرا الطريقه المثلى في حال اعطيت كل هالعلاجات السابقه وما تحسن المريض او ما انخفض بوتاسيوم الدم، بتعمل الغسيل الكلوي. طبعا من احد اسبابات الغسيل الكلوي هو ارتفاع بوتاسيوم الدم معند او غير مستجيب على العلاج، او اذا اتبعت كل هالوسائل السابقه وظل بوتاسيوم الدم اكثر من 7 ميلي مول باللتر، فالحل الاخير بكون هو غسيل الكلي. طبعا معاكسه ارتفاع البوتاسيوم باستخدام الانسولين او البيكربونات والمدرات بيحتاج لوقت طويل لتصحيح هذا الارتفاع، لذلك لا تستخدم بالحالات الإسعافية، مو صحيح الكلام هذا نستخدمها، لأنه أحيانا ما بكون عندك متوفر أصلا الوسائل إجراء غسيل كلوي، فبهيك حالات شو بدك تسوي؟
ما بعرف هذا الكلام بالنسبة للداخلي مو صحيح، بالنسبة لأهل المادي ما بعرف شو مدى صحته، ولكن إجاك مريض على الإسعاف وأنت مانك بمركز في غسيل كلي وهو مريض قصور كلوي حاد أو قصور كلوي مزمن وعنده البوتاسيوم 8.5، جيت عطيته أنت جلوكونات كالسيوم لا تعاكس تأثيراته القلبية، الخطوة الثانية شو بدك تسوي؟ تعطيه بيكربونات، لأنه مريض القصور الكلوي عادة بيكون عنده حماض، فبتعطيه بيكربونات لإصلاح حالة الحماض وإنقاص البوتاسيوم وإدخاله داخل الخلايا، تعطيه سيروم سكري مع إنسولين، وممكن تعطيه المدرات لتخفيض البوتاسيوم، أكثر هيك أكثر من هيك ما فيك تسوي، لأنه إذا ما عندك يعني وسيلة لغسل الكلي فبدك تضطر تعطي هدول المركبات الإنسولين ولا البيكربونات ولا المدرات. هلا هون عم يعطينا حالة سريرية، مريضة عمرها 60 سنة وزنها 60 كيلوغرام، عندها وهن وغثيان ونقص شهية وحكي حديثة البدء، وهي مريضة قصور كلوي مزمن، الكرياتين عندها 7.4 ميلي جرام ديسيلتر، الصوديوم عندها 143 ميلي مول بالليتر، البوتاسيوم 6.6 ميلي مول بالليتر، البيكربونات 16 ميلي مول بالليتر، الخضاب 10، البي اتش 7.32 والبي سي او 2 32. فما هو سبب فرط البوتاسيوم؟ سبب فرط البوتاسيوم انه مريض قصور كلوي مزمن، وبالتالي هذا شيء طبيعي بيرتفع عنده البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه حماض استقلابي. الحماض الاستقلابي عادة وقلنا قصور كلوي مزمن بيسوي حماض استقلابي عالي الفجوي الشردي، وطلع لحتى تذكروا التوازن الحمض القلوي، طلع على البي اتش 7.32، البي اتش قليلي ناقصة، منطلع على البيكربونات، البيكربونات 16 ناقصة، إذا هذا حماض استقلابي. التدبير منقوم بإجراء اي سي جي، إذا لاحظنا علامات تخطيطية تشير لفرط البوتاسيوم موجي تي مؤنفي ولا مركب كوارس عريض، نقوم بإعطاء مركبات كالسيوم وجلوكونات في وريد مركزي. طبعا مركبات الكالسيوم يفضل إعطاء في وريد مركزي وما يفضل إعطاء إلا ضمن سيروم ملحي. وإذا لم نجد إسعافين نبدأ بالمعالجة التي تدخل البوتاسيوم إلى داخل الخلايا أو التي تطرح البوتاسيوم. نجري محاكمة سريعة لاحتمال وجود أسباب كامن إضافية لفرط البوتاسيوم. أي طبعاً، عندنا مثلاً من الأسباب الثانية أو الأسباب الدوائية، مثلاً إذا المريض عم يأخذ مدرات حافظة للبوتاسيوم أو حتى مركبات الأسي إنهبيترز مثل الكابتوبريل واللوسارتان والفالسارتان. طبعاً من التأثيرات الجانبية لمركبات الحاصرة للخمير القلبي الأنجيوتنسين مركبات الكابتوبريل وال الليزونبريل والإنالابريل، كلها ممكن تؤدي كتأثير جانبي لحدوث ارتفاع البوتاسيوم. نقوم بإعطاء الكي إكزيلات أو جلسة التحال لمعالجة القصور الكلوي، ومنعالج الحمض الاستقلابي. طبعاً إذا بدنا نسوي جلسة غسيل كلوي بتعالج لنا كل هالاضطرابات، بتعالج الحمض وبتعالج ارتفاع البوتاسيوم الدم. أما إذا ما كان عندنا فاسيليتيز لنعالج بالتحال فبدنا نعطي بيكربونات صوديوم، في هذا الحال لا نقوم بعالجة الحماض في البداية لأنه قد يسبب فرط بوتاسيوم إضافي، وإنما نقوم بتخفيض البوتاسيوم في البداية ومن ثم نعالج الحماض. فمثل ما ذكرنا، مثل هيك مريض إجاك وعنده قصور كلوي ومزمن، أول شيء بتعطيه الكالسيوم جلوكونات، بعدها بتحط سيروم سكري وبتعطيه ضمنه 20 وحدة إنسولين، وبتعطيه بيكربونات الصوديوم إذا كان عنده حماض، وآخر شيء إذا ما استجاب على كل هالإجراءات هاي ما بضل قدامك إلا تعطي تعمل جلسة غسيل كلوي. هلأ ننتقل على الفقرة الأخيرة، هي الهايبوكاليميا، نقص بوتاسيوم الدم، وهو نقص بالتعريف هبوط تركيز بوتاسيوم المصل الأقل من 3.5 ميليمول بالليتر. بيحدث نقص البوتاسيوم خارج الخلوي، يعني حتى يحدث نقص البوتاسيوم خارج الخلوي يجب أن ينقص التركيز داخل الخلوي بشدة، لأنه مثل ما ذكرنا نسبة التركيز داخل الخلوي لخارج الخلوي 30 لواحد، وبالتالي
ما بينقص البوتاسيوم خارج الحلوي إلا يكون البوتاسيوم داخل الحلوي كتير ناقص، فوجود نقص في البوتاسيوم الدم ولو بكميات ضئيلة يدل على نقص تركيزي أو نقص كبير داخل الخلايا. وكل نقص واحد ميلي مول، واحد ميلي مول باللتر في تركيز البوتاسيوم يعكس نقصاً بحدود 150 ل 400 ميلي مول من البوتاسيوم الكلي في الجسم. وبتتناسب كمية البوتاسيوم الكلي في الجسم مع وزن الجسم وحجم الكتلة العضلي. ودائماً لازم تتذكر أن النقص خارج الخلايا يشير لمشكلة كبيرة داخل الخلايا، يعني بيكون البوتاسيوم داخل الخلايا بالتأكيد ناقص. أسباب نقص البوتاسيوم بيكون نقص الوارد، قلة المصادر البوتاسيوم الغذائي وعودة التوزع النسيجي. هون ما بكون في نقص بوتاسيوم حقيقي في تركيز بوتاسيوم، إنما يوجد عوامل تؤدي لدخوله لداخل الخلايا، لداخل الخلايا مثل الأنسولين والأدوية المقلدة لبتاتو بيتاتو أجونيست. في حالة القلاء الحاد بتؤدي كذلك لنقص البوتاسيوم وشلل الدورة بنقص البوتاسيوم. زيادة ضياع، يعني الضياع عم بيكون عن طريق الكلية أو عن طريق الجهاز الهضمي. نميز الضياع الهضمي عن الضياع الكلوي بمعايرة البوتاسيوم بالبول. فإذا كان الضياع من نشأة هضمي بيكون بوتاسيوم بالبول أقل من 20 ميلي مول بال 24 ساعة، وأهم أسبابه هي الإسهالات والإقياءات. أما إذا كان من نشأة كلوي بيكون بوتاسيوم بالبول أكثر من 20 ميلي مول بال 24 ساعة، وبالتالي بيكون عم ينطرح عن طريق البول. من أسبابه طبعا العلاج بالمدرات وفرط الألدوسيريني البي دي اي والثانوي، ارتفاع توتر شرياني الخبيث بترافق مع نقص بوتاسيوم، تضيق شريان الكلوي ايضا بترافق مع نقص بوتاسيوم، الحماض الانبوبي الكلوي النمط الاول والنمط الثاني، النمط القريب والبعيد بترافقوا مع نقص بوتاسيوم، والفرط الألدوسيريني البي دي اي متلازمه تكون بتترافق ايضا مع نقص بوتاسيوم. ومن اهم ميزاتها اصلا الالدوسترون البديه متلازمه كون انه بتترافق مع ارتفاع توتر شرياني ونقص بالبوتاسيوم. ما بعرف اذا درسوها بالغدد ولا لا، بس بتيجي يكون ان شاء الله. هلا اعراض نقص البوتاسيوم بتكون اعراض غالبا غير نوعيه مرتبطه بمقدار النقص الحاصل في البوتاسيوم. بيحدث ضعف عضلي وتعب وإمساك. نقص البوتاسيوم عادة بيؤدي لحدوث إمساك عندما يكون تركيزه بين 2.5 ل 30 ميلي مول باللتر. الضعف العضلي والنخر العضلي والآلام العضلية عندما يصل تركيزه إلى 2.5 ميلي مول باللتر، وقد يؤدي لحدوث الشلل العضلي، والشلل العضلي حتى قد يصيب، قد يصل إلى مرحلة شلل العضلات التنفسي، وحتى نقص البوتاسيوم بيؤدي لانحلال العضلات المخططة عندما ينخفض تركيز البوتاسيوم بشدة إلى أقل من 2 ميلي مول باللتر. بالإضافة لبعض التظاهرات المعدية المعوية مثل الإمساك والقهم والغثيان. التبدلات التخطيطية لنقص البوتاسيوم هي بطء عودة الاستقطاب وتطاول مسافة بي آر، زيادة عرض مركب كيو آر إس، تدني ارتفاع موجي تي وتسطحها، تزحل وصلة استي نحو الأسفل، وظهور الموجي يو. الموجي يو هي العلامة الأكثر نوعية، وهي أوضح شيء بتشوفها بنقص البوتاسيوم. طلع على التخطيط اللي تحت. في حالات نقص البوتاسيوم بصير تطاول بمسافة بي آر، بصير في تزحل وصلة استي نحو الأسفل، شلو تي ويف الموجي تي بينقص ارتفاعها وبتصير مسطحة، وبعد موجي تي بتشوف برومينانت يو ويف، هي انه موجي يو واضحة، وهي اكتر شيء بتشوفها بحالات نقص البوتاسيوم. هلا علاج نقص البوتاسيوم، اعطاء البوتاسيوم فمويان على شكل كلور بوتاسيوم او بيكربونات بوتاسيوم، وهو الطريق الافضل لانه يمكن التحكم بكميته اكثر من الوريدة. اعطاء البوتاسيوم وريدين في الحالات الخطره مثل ظهور التبدلات على تخطيط القلب الكهربائي والحالات مهدده للحياه، او عند المرضى غير قادرين على تحمل البوتاسيوم فوريا، لانه مركبات البوتاسيوم سواء كانت شراب او على شكل حبوب احيانا ممكن تسوي غثيان وانقياء، وبالتالي المريض ما يمكن يتحمله. طبعا علاج بوتاسيوم الدم كذلك خطير،
ويجب الا يزيد معدل التسريب الوريدي عن 10 ميلي مول بالساعة. ما بصير تعطي البوتاسيوم وريديا بمعدل يزيد عن 10 ميلي مول بالساعة إذا ما عندك وسيلة لتراقبه تخطيطيا، يعني تحط المريض بالعناية المشددة وتحطه على المونيتر. هذا المقصود أنه تراقبه تخطيطيا. إذا ما إذا بدك تعالجه وما عندك وسيلة لتراقبه تراقب تخطيط القلب الكهربائي ما بتعطي أكثر من 10 ميلي مول بالساعة. أما إذا كان عندك تسهيلات أنه عندك ICU وعندك مراقبة تخطيطية لقلب تخطيط القلب الكهربائي بشكل مستمر ودائم، فممكن توصل ل 40 ميلي مول بالساعة حسب شدة نقص البوتاسيوم. دكتور، شو الأدوية المتوفرة بالسوق هاي الفموي، يعني شو اسمه؟ ما شفتها بالصحافة. اسمه يعني كلور بوتاسيوم. حب يعني بيجي شراب. ايه في طيب. حب اسمه حب او شراب، بس نادرا جدا على فكرة. شو بدك بالنظري؟ لا تأخذ كتير، نادر جدا جدا نحتاج لعلاج البوتاسيوم فمويا. يعني نادر جدا انك تحتاج له. يعني احنا كأطباء داخلي مثلا انا بحياتي ما احتجت مثلا اوصف بوتاسيوم لمريض، عرفت شلون؟ هلا دكتور، حتى مو حالات اسعافيه مثلا بنقدر ناخذ هذا الدواء، يعني انه البوتاسيوم يعني مفيد مثلا بحالات غير هاي الحالات الاسعافيه، ولا مو ما في منه هذا الدواء؟ يعني النقص البوتاسيوم سوي إرهاق سوي ما فهمت كيف تاخذ منه. يعني البوتاسيوم موجود باغذيه كثيره مثل اهمها الموز والطماطم والبطاطا المقلية. يعني هدول بيحتوى على كميات مناسبة وكويسة كتير كتير لتحافظ على مستوى البوتاسيوم طبيعي. فإذا كان عندك مثلا مستوى البوتاسيوم من 3.5 ل 5.5 ميلي أكويفلانت بالليتر، فالمريض ما بيحتاج بوتاسيوم. يعني هذا مو مثل الكالسيوم، فهمت علي كيف؟ فبالتالي هذا ما بيتاخد على شكل مقويات أو فيتامينات. يعني هلا مثلا بالمقويات أو بالفيتامينات نادرا ما تلاقي بوتاسيوم موجود ضمنها. فإذا الشخص عنده يعني غذاء طبيعي وعم ياكل وبيشرب يوميا بشكل طبيعي، ما بيحتاج عادة لمكملات غذائية تحتوي على البوتاسيوم. في الحالات الإسعافية يمكن تسريبه بسرعة أكبر مثل ما ذكرت بواسطة قسطرة وريدي مركزي كبيري، لكن البوتاسيوم لا يعطى دفشا وريديا. ممنوع لا بوتاسيوم ولا كالسيوم تعطيه دفش وريدي ابدا، لانه عند اعطاء وريديا قد يؤدي لتوقف القلب بوضعيه الاسترخاء. مثل ما ذكرت ارتفاع البوتاسيوم يؤدي لوضعيه لتوقف القلب بوضعيه الانبساط، نقص البوتاسيوم يؤدي لتوقف القلب بوضعيه الانقباض. في حاله بس فقط لازم انه ننتبه لها، انه في حال ما عالجت مريض عنده نقص بوتاسيوم ولكن البوتاسيوم ما عم يرتفع، عم تعطيه بوتاسيوم حتى وريديا ضمن المقادير المسموح فيها لكن البوتاسيوم ما عم يرتفع، وهون في حالات نقص البوتاسيوم المعند على المعالجي لازم يتفكر انه عند المريض هذا نقص مغنيسيوم. نقص المغنيسيوم يؤدي الى حالات تعنيد على المعالجي لنقص البوتاسيوم. فاذا مريض عالجته وظل عنده البوتاسيوم ناقص او ما عم يتصحح، مثلا البوتاسيوم عنده 2.5 وعم تعطيه بوتاسيوم 10 ميلي مول بالساعه وما ارتفع بعد 24 ساعه ولا 48 ساعه، فبهيك حالات لازم تفكر انه المريض عنده نقص المغنيسيوم وتعاير المغنيسيوم. في حال كان عنده المغنيسيوم ناقص لازم تعود المغنيسيوم لحتى يتصحح معك نقص البوتاسيوم، لانه بهيك حالات اذا المغنيسيوم ناقص قد ما اعطيت بوتاسيوم ما رح يصير طبيعي إلا تعود نقص المغنيسيوم. هلا حالة سريرية، مريض عمره 79 سنة، وزن 60 كيلوغرام، عنده احتشاءات دماغية متعددة، طريح الفراش ويحتاج للتغذية المعوية بالأنبوب، وجد بحالة تسرع تنفس ونشاط ضعيف وعنده إسهال غزير. مخبرياً المريض عنده صوديوم 173
مرتفع، البوتاسيوم 2.8 ميلي مول منخفض، البيكربونات 18 ميلي مول باللتر ايضا منخفضه، البي اتش 7.22 منخفضه. اذا هذا المريض عنده حمض استقلابي، حجم البول 600 ميلي لتر بال 24 ساعه، عنده نقص بالنتاج البولي مع ارتفاع اوزمولي البول 670 ميلي اوزمول باللتر، والصوديوم البول 8 ميلي مول باللتر، وبالتالي ما عنده اطراح صوديوم بولي. ما التدبير بهذا الحال وماذا بخصوص نقص البوتاسيوم؟ طبعا مثل ما مر معنا من شوي، التغذية بالأنبوب المعدة بتؤدي إلى ارتفاع حلولية الأمعاء، وبالتالي بتؤدي إلى حدوث إسهال حلولي، فالإسهال غالبا بيكون بسبب نقص الماء وفقد البوتاسيوم وفقد البيكربونات بالبراز، فالمريض عنده فرط صوديوم الدم مع نقص النتاج البولي، فبالتالي المريض عم يفقد السوائل من خارج كلوي، يعني عنده نقص ماء الجسم بسبب الإسهال. فبهيك حالات بتقوم بدنا نعوض نقص الماء، لأنه عنده ارتفاع بالصوديوم، صوديوم الدم عنده 173 ميلي مول باللتر. المعالجة هي 60 × 5 × 10، بدنا عنده 173 بدنا نوصله لل 40، فبيطلع معنا 7.1 لتر. وخلال أول 12 ساعة من تصحيح الصوديوم إلى 163، فبتكون كمية الماء الواجب تسريبها هي 1.8 لتر. وفي حال استمرار الإسهال يجب تعويض عنه وتعويض الضياع غير محسوس. نقص البوتاسيوم عند هذا المريض شديد بسبب الإسهال، فيجب تعويضه بحذر. الحماض عنده 7.22، ولكن هل نعالجه؟ هذا ما في داعي لتعالجه. الحماض مثل ما ذكرنا في حالة الحماض، أول شيء بتعالج السوائل وبتعالج الشوارد، وآخر شيء بتفكر بتصحيحه هو الحماض. وعادة ما بنعطي البيكربونات في حالة الحماض إلا إذا كان البيكربونات أقل من 7 أو 7.1، لأنه إذا بدك تعطي البيكربونات قد تؤدي إلى ارتفاع في تركيز البوتاسيوم. هون بنعوض البوتاسيوم لكن بحذر شديد للمريض، لأن ارتفاع البوتاسيوم خطير على العضل القلبي، لذلك ما بنعالج الحماض بالبداية كي لا نؤدي إلى ارتفاع البوتاسيوم. انتهت المحاضرة، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل، لأنه يمكن عندكم محاضرة قلبي أصلاً، إحنا بلشنا بكير كرمان محاضرة.